السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، حياكم الله إلى حلقة من حديث الرياضة على قناة يمن شباب. استعادت الكرة اليمنية عافيتها قليلا بعد الأداء المتميز للمنتخب الوطني في خليجي 22 الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي، وعانت الكرة اليمنية خلال السنوات الأربع الماضية تراجعا في تصنيف الفيفا العالمي لكرة القدم، وباتت بحسب الكثيرين فاقدة للهوية وتائها بين أكوام الفشل الكروي، وأصبحت أضحوكة لكل الناقدين والصحفيين الرياضيين. خليجي 22 يمثل ميلادا جديدا للكرة اليمنية القادرة على المنافسة بعد أن ظل المنتخب الوطني لأعوام أشبه بجسر عبور للمنتخبات المنافسة في المحافل العربية والدولية. حول الكرة اليمنية ومستقبلها سيكون معنا اليوم النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الأستاذ حسن باشا مبر. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أهلا حسن، أهلا وسهلا فيك، نورتنا في البرنامج. شكرا. كما أيضا سيكون معي أيضا الصحفي والناقد الرياضي والمستشار الإعلامي لوزير الشباب والرياضة الأستاذ والزميل فؤاد قاسم. مرحبا أستاذ فؤاد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم معنا. طبعا مشاهدينا الكرام، سنبدأ حلقتنا اليوم عن مستقبل الكرة اليمنية بعد خليجي 22 والأداء الذي إلى حد كبير عكس الصورة السلبية التي كانت على الكرة اليمنية، وأبدأ من الأستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، أنت المستشار الإعلامي لوزير الشباب والرياضة وأيضا صحفي وناقد رياضي، كيف تقرأ مستقبل الآن رياضتنا بعد 22 وبعد الصورة الجميلة التي عكستها بعد البطولة التي كانت الأسبوع الماضي في الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر قناة يمن شباب على هذه الاستضافة، ولو انها اتت متاخره تاخرت كثيرا القناه عن الحديث عن المنتخب الوطني وعن مشاركته في خليج 20 وبعد ان طارت الطيور بارزاقها، ولكن لا احنا الان نتكلم على المستقبل الاستاذ، ولكن يعني ان تاتي متاخرا خير من لا تاتي. وجميل ان نتحدث عن مستقبل الكره اليمنيه، وكنت اتمنى ان يكون السؤال هذا موجه لنائب رئيس الاتحاد، وانا ساعقب عليه لانه هو المعني الاساسي. وانت ايضا كمان فيك صفه رسميه انت في وزاره الشباب، يعني طبعا اكيد انه الان هناك اهتمام، وفي كثير من بعد ما شاهده الان وزير الشباب والرياضه، لو انه فور ما تسلم حقيبه الوزاره كانت اول بالصدفه يعني توجه الى الى السعوديه، وشاهد يعني كان قريب جدا من اللاعبين، كان قريب جدا من الجهاز الفني ومن الاتحاد، وشاهد بأم عيني يعني كان الفرحة الكبيرة والجماهير التي التفت حول المنتخب، وهذا ما حدث فارق كبير. وأعتقد هو الآن متحمس لأن يعمل مع الاتحاد بيكون مستقبل جديد للرياضة اليمنية، هذا يبنى عليه. لكن لا يأتي دائما التطور ودائما هذا لا تأتي هكذا بين عشية وضحاها، لا بد ان هناك استراتيجيه ولا بد ان هناك تخطيط. انتم في الوزاره ايش الاستراتيجيه اللي بداتوا الان تخطوها يعني في الحفاظ على هذا المنتخب؟ يعني شوف، عشان يكون الصوره واضحه، الوزاره الشباب والرياضه ليست هي المعنيه، لان هناك اتحادات منتخبه، الوزاره هي كامين صندوق، يعني هي عندها توجه حكومي، هي تمثل الدوله وتمثل هناك إذا مثلا يكون هناك ميزانية محددة للرياضة، وهناك أيضا الآن الوزارة مقدمة على إنشاء قانون للرياضة اليمنية سيرى النور قريبا، وكانت سابقا قد عملت مع الوزير السابق الأستاذ محمد الرياني المؤتمر الوطني الأول للرياضة، ناقشت اللي يقوم فيه تعز. نعم. طيب أستاذ، إحنا ندخل في تفاصيل كثيرة حول دور يعني وزارة الشباب والمهام اللي منوطة عليها أمام الاتحاد. بالضبط. أنتقل للأستاذ حسن. أستاذ حسن، أنتم الآن النائب الأول في الاتحاد اليمني لكرة القدم، والحمد لله بدأ الاتحاد يعني الفترة الأخيرة أو البطولة الأخيرة كانت لكم صورة جميلة يعني عكستوا على المنتخب. الآن الاتحاد هل سيضع رجل على أرض صلبة لبناء منتخب وطني يهتم فيه تشريف اليمن، ولا بس طفرة يعني جاءت فجأة يمكن بجهود الشباب اللي شاركوا ونرجع زي ما كنا سابقا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر قناة اليمن شباب، وفي انا سابدا من حيث بدات انت في المقدمه، ان هذا المشاركه كانت يعني حقيقه يعني مشاركه جيده بعد سنوات من الجفاف، وزي ما قلت التراجع ده. طبعا المستوى الكره اليمنيه طبعا معروف، نحن من سابق كنا اغلبيه المشاركات نذهب للمشاركه وتحققت الانجازات طبعا، وذا كان في على قطاع الناشئين والشباب. نعم. اما بالنسبه للمنتخب الوطني ف
فإنجازاته ضئيلة جدا، ولا يعني لا تعد بالأصابع الواحدة. يعني كان أنا أظن المباريات اللي أخذناها أو الفوز اللي حققناه يعني حاجة يعني أنا أشوفها أنها قليلة جدا مقارنة بالمنتخبات للدول المجاورة. نعم. لكن هذا اللي وصل إليه المنتخب في هذه البطولة يعني حقيقة أنا أعتبرها بداية، ولا نعتبرها ان هذه هنا خلاص قد وصلنا كاس العالم او وصلنا الى اعلى قمه. ليست هي لا يعتبر اي انجاز، لكن يعني من الصوره السلبيه اقل حاجه يقول شكرا لكم، يعني اعطوا لنا الامل انه ممكن يكون هناك منتخب. نحن نعتبرها نعم هي بدايه الامل، هي بدايه الامل، وهي اول يعني نحن نطرح نضع رجلنا على اول درجه في السلم، ولذلك يجب ان نطرحها بثبات ولا تهتز وترجع الى الوراء ونرجع كما بدأنا يمكن أسوأ. يجب أن تكون هناك في عوامل وهناك تتكاتف الجهود على أن هذا المنتخب واللي يليه واللي يليه يكون بطريقة تسلسلية، أن هذا المنتخب يسير سير ثابت إلى الآن حتى يصل إلى. إيش الخطوات الآن اللي بتتأخذوها في الاتحاد للحفاظ على هذه الخطوات وتبنوا استراتيجية كويسة للانتقال للمنتخب مستوى كويس؟ طبعا هذا يحتاج من الاتحاد إلى تخطيط وبرمجة، ومن الحكومة إلى دعم طبعا حكومي، ومن الوزارة إلى أيضا دعم من وزارة الشباب والرياضة، وأيضا مساعدة للاتحاد تقف إلى جانب الاتحاد. هي دائما في علاقة الاتحاد وعلاقة الوزارة علاقة تكاملية مستمرة، وحقيقة أنا نجد من الوزارة دائما كل التعاون وكل هذا. بس انا اللي اعرفها العكس يا استاذ حسن، وان كان اللي اعرف انه الان يمكن قالوا المخصصات لستة اشهر مدري كم مليون للاتحاد، لحد الان وزارة الشباب والرياضة ما دفعتهاش، وان هناك متاخرات وانتم دائما تشتغلون. بالنسبه نحن ما زلنا في الموضوع الامور الماليه، هناك طبعا في متاخرات في هذا، لكن دائما عندما نقابل الاخ وزير الشباب والرياضه طبعا هذا الوزير الحالي لم يتم هذا، لانه لسه كان لقانا فقط في خليجي، وهي لم تكن مناسبه لطرح هذه المشاريع، لكن كانت في السابق، وكان يتعذر بان الوزير دائما يطرح لنا السابق الاستاذ معمر كان، واللي قبله واللي قبله، ان هذا امكانيه الصندوق والصندوق ليس فيه، ولكن اصبروا ان شاء الله لما تجيب. وحقيقه كان الاوضاع السابقه هي كان السبب الرئيسي، انه كان الاتحاد في من 2011 يعني كان حتى المخصصات المعتمده سنويا كان لا يتسلمها، 2011 لم يستلم شيء، 2012 يمكن بقت فوق يمكن النص او نص المبلغ، و2013 بقى زي ما سبقت مبلغ برضه يمكن في الثلث، والان السنه هذه نحن نستلم اقساط يعني، ورغم ان احنا لا نحبذ هذه الاقساط لانها نحن موسم الرياضي كما يعرف الجميع ان الموسم الرياضي هو لا يتجاوز بين 6 و8 اشهر، لكن انا اجلس وبعدين الموسم الرياضي لازم يكون مستحقات الانديه تصرف في بداية الدوري وفي الدور الثاني. جميل. لا النادي مش منتظرنا أننا أصرف له شهريا أو أصرف له أقساط، لأنه ما بيقدر شهري. أستاذ فاز في هذه النقطة، يعني الوزارة ليش ما يعني اتخذ خطوات جريئة ويكونوا يوفروا مثلا مبالغ الاتحادات من أجل يعني قطع يعني الشماعة اللي يتغنوا فيها الاتحاد أنه أنتم السبب، يعني ما بتدفعون مخصصات، ما بتحاولوا تدفعوا حق الأندية لتطوير الكرة مثلا محليا على أساس ينتج منها يعني منتخب كويس، لأنه في النهاية إذا ما فيش أندية ولا لعب محلي كويس بالتأكيد ستنتج منتخب ضعيف جدا. بالنسبة للمبالغ اللي بنتكلم عنها الاتحاد هم عندهم مبالغ، لازم بس عشان تكون الصورة واضحة، المبالغ اللي يستلمها هم عندهم مبالغ تستلم من وزارة المالية ومبالغ تستلم من الصندوق. بالنسبة للمبالغ اللي تستلم من الصندوق هي تقسط لهم شهريا بحدود 25 مليون أو وهكذا، وتستلم حتى لو تأخرت 30 مليون كل 3 أشهر أو شهر كل شهر. وتستلم حتى لو تأخرت تستلم، لكن الإشكالية الحقيقية الذي لاتحاد الكرة هي مع وزارة المالية، لأنه وقفوا عليهم أكثر من مبالغ، حتى في شهر 2000 سنة 2011 كانت معهم مبالغ وتوقفت، والآن يطالبهم بإخلاعها. كان في هناك توجه كمان من الوزير السابق مع الاتحاد بأنهم يعملوا رسالة يعني واحدة ويذهبوا للمالية لعالج الموضة، فالإشكالية مع المالية وليست مع وزارة الشباب والرياضة، وهذا لا يبنى أيضا أن هناك اتحادات أخرى تشكو من عدم صرف الأقصاء المستحقات من الصندوق بشكل منتظم. هذا يعود أن الصندوق هو جانب إيرادي، يعني الصندوق هو كل ما تحصل عليه مبالغ كل ما ذهبت للبنك وتصرف، لكن أحيانا تتأخر هذه المبالغ التي تم
توريدها من قبل الشركات. مثلا هي الان صندوق ايراداته من السجاير ومن الضرائب القات ومن الاسمنت، والان اضاف لها واحد استاذ فؤاد، يعني اذا عشان ما نسهبش كثير في مساله الجانب المالي، هل مثلا مشكلتنا مثلا الجانب المالي والتاخير هذا هو الاساس والمعيق الكبير، ام مشاكل في الاتحاد واداره الاتحاد لا هي تتكلم عن مشاكل الرياضه ولا بالضبط؟ كره القدم. بالضبط، انا كره القدم. انا شوف اول حاجه انا اضم صوتي الى صوت الاستاذ، لانه هناك الموضوع يحتاج الى تكاتف الجميع. يعني احنا بحاجه الى انه يكون توجه حكومي اولا. انا كتبت مقاله بالموضوع هذا عشان الصوره تطلع حلوه. يعني اول مره نشوف رئيس الوزراء يلبس لبس المنتخب والوزير وهذا، قلنا لهم ماذا بعد هذا نشيط لنا عادي اول لا ما طلع لا القصه مش هي قصه مناسباتيه. يعني هل ماذا بعد الصوره؟ بالضبط الحكومه احنا بحاجه الى اهتمام اكثر بالرياضه. كان سابقا يطرح مواضيع الرياضه والاهتمام بالشباب، لانه الشباب يشكلوا 76 او حوالي 65 و68% من المجتمع اليمني. نعم. فلا بد يكون هناك اهتمام اكبر. فكانوا الحكومه تقول السابقه ودائما الحكومه نحن عندنا اولويات، عندنا الامن وعندنا الكهرباء وعندنا الماء. لا صلحت الكهرباء ولا الماء ولا الامن. احنا طيب فهذا يحتاج الى قرار سياسي ويحتاج الى وهذا لا يمنع كمان من مسؤوليه اتحاد الكرة أيضا. لابد أن يكون هناك خطة استراتيجية، لكن في هناك عمل عشوائي وأدينا لنا. الآن إيش الذي فرق مع المنتخب وحصل النتيجة هذه؟ لأنه كان سابقا شوف أعتقد قبل 4 سنوات كان في كان تم إيكال أحد اللجان بالتعاقد مع مدرب، وتم التعاقد مع مدرب البرتغالي جوزيه الذي كان مساعد السبيشال وان دي مورينيو. نعم. يتفاجأ والراجل جاي يشتغل يعني والرجل عنده تاريخ يعني. نعم. فتفاجأ انه في قيادة من الاتحاد قالوا لابد ان يتم اقاله المدرب هذا دون ان يجربوه. ايش السبب؟ لو جه السؤال هذا مثلا خلينا اكمل الفكره. طيب. وبعدين هو من حقها. فالموضوع موضوع علاقات وموضوع عشوائيه، لانه كان وعوده محسن صالح المصريه انه تربطهم علاقات كانت شخصيه. يعني الان تصير تقول لي يا استاذ فؤاد انه الاتحاد يعني التعاقد مع المدربين بناء على علاقه شخصيه مش انا أكمل, اكمل اكمل الفكره عشان اجل. فالذي حصل انه عاد محسن صالح وبعده هذا البرتغالي يزي. وكان يقول بالحرف يعني اعطوني فرصه وساحقكم، انتم تبحثوا عن نقطه انا ساحق 3 نقاط وفي عندي استعداد ان اتنازل عن كل مستحقاتي. انا سويت معه مقابله صحفيه تم اقالته وعادت محسن صالح وحضرنا بالفضيحه هذيك من السعوديه. نعم. المرة هذه قبل الانتخابات الأخيرة كان لنا كمان أيضا نقاش مع رئيس الاتحاد أحمد العيسي الشيخ أحمد الذي أبدأ استعداده أنه يبدأ صفحة جديدة ويبدأ يكال. أنا كمان وجهته أنه كان مختصر الاتحاد بشخصه، يعني ما كانش فيه يعطى الخبز الخبز، ما يعطيش فرصة للجان تشتغل، لأنه العمل المؤسسي أنك تعطي كل رئيس لجنة يشتغل كل القطاعات. فكان العمل فقال أنه الآن بيكون العمل صفحة جديدة. العمل بيكون أفضل من أول. هل لمستوا الآن صفحة جديدة؟ هو الآن شوف التعاقد مع المدرب الجديد هذا تم التعاقد مع مدرب بعد بحث بسيرة ذاتية ممتازة وأعطوا له صلاحية كمان وحتى تدخل في صلاحية المدرب. إيش الذي حصل؟ لما الاتحاد بدأ يشتغل صح كانت النتيجة مثمرة. هذا موضوع جدا يقودنا الآن. المدرب قال في المقابلة الأخيرة قال هناك أعضاء في الاتحاد غير متعاونين وبطيئين. بالضبط. أنا كنت أسأل السؤال الأستاذ حسن. أنا كمان سأتقمص الآن الجانب سأبتعد عن الجانب الرسمي وسأتقمص الجانب الآن كناقد وعدد منك. أنا أوجهك في كثير من التساؤلات قالوا إنه المعرقل الوحيد في الاتحاد هو حسن باشنفر. هذا اللي ما يقال. يعني هذا سؤال هل هو الأستاذ حسن كويس إنه موجود اليوم؟ هل نعيد يعني هل الأستاذ السابق يعني الآن إذا حصل المنتخب الطفرة اللي حصل النقلة هذه هل ستعيدنا هم كاتحاد؟ لأنه هو الآن يعتبر الرجل الأول بغياب رئيس الاتحاد. نعم. هل الأستاذ حسن باشنفر هل هو معيق للمدرب هذا؟ هل هو هل سيتم تجديد العقد معه؟ هل سيكون نقلة فعلا؟ جميل. إذا أنا سأنقل أسئلتك للأستاذ حسن وكويس أنه معنا بيجاوب عليك إن شاء الله بشفافية. أنا في البداية أولا أعقب على كلام الأخ فؤاد السابق أن المبالغ المتأخرة هي لدى وزارة المالية اللي تكلمت عليها هي لدى صندوق النشء وليس وزارة المالية. أما بالنسبة لوزارة المالية هذه تصرف وتخلع أهداء إلى وزارة المالية والأحد موجودة وموجودة كامل الوثائق في وزارة الشباب ويتم إخلاءها بواسطة لجنة مشكلة من المالية ووزارة الشباب ونحن وثائقنا كلها موجود ما في أي مشكلة. جميل. بخصوص هذا بالنسبة. أما بالنسبة العشوائية أنا الاتحاد يعمل بطريقة
طبعا مبرمجه وطريقه تخطيطه ده، والدليل انه وصل في عده مشاركات الى نهائيات اسيا والى بطولات. يعني ونتائج المنتخب الاول لولا الظروف اللي يعانيها من حظر ومن امكانيات ماليه لكان نتائج المنتخب الاول افضل بكثير. نعم. اما بالنسبه لاختيار المدرب اللي قالوا على هذا، طبعا كان مدرب اجى في خليجي على ما اعتقد 19، يعني ما يقارب قبل 6 سنوات او 8 سنوات في اللي كانت في مسقط. وطبعا كان تم اختياره والتعاقد معه، ولكن جاء بفكره كانت لا تتناسب المرحله اللي كان فيها. كان حقيقه كان يعني قد يكون مدرب ممتاز، لكن الوقت اللي معاه كان يريد ان يجدد كل المنتخب ويبعد كل اللاعبين. ما كان فيش وقت عشان كان الوقت كله شهر تحضير البطوله، شهر لا يكفي مدرب ان يغير مدرب منتخب بكامله. فاجتمعت طبعا اللجنه الفنيه واقترحت على إدارة الاتحاد أن هذه الفكرة الآن مش وقتها، فحاول إقناع المدرب. المدرب متمسك يقول لك زي ما قال أنا أعطونا وأنا أتحمل المسؤولية. جميل أستاذ حسن، عشان نختصر أنا الوقت، أختصر الوقت أيوة. سريع يعني من الآن إحنا في حدث جديد. الآن هو تكلم أمس كان في مقابلة ذكر الأستاذ فؤاد أنه اشتكى أنه ما فيش تعاون من اللجان الأخرى في الاتحاد، لو قال لو كان هناك تعاون كبير ممكن كان المنتخب يحقق نتائج أفضل. بالعكس، أنا بالنسبة للتعاون أنا ما أظنش أنه واحد يعني بالنسبة للمدرب واحد موظف معاك، كيف تجي تعرقل الموظف معاك؟ وهذا أنت جبته على أساس أنه يساعدك، كيف بتعرقل الواحد يجي يساعدك؟ هذا في الدرجة الأولى. أيضا بالنسبة للمدرب هو اشتغل في فترة قصيرة جدا، وحق يعني 4 أشهر أعداد مقارنة مع المنتخبات الخليجية أنا أظن ولا هي شيء. بالنسبة أعداد المنتخبات الخليجية اللي حققه المدرب لولا تضافر الكل، سواء من انا اعتبره من سواق الباص الى رئيس الاتحاد، كل تضافر معه وكلهم ساعدوه، وهذا الانجاز محسوب للكل، ما يحسبش للشخص بعينه، او سواء اذا نجح فكون النجاح للكل، واذا فشل فشل للكل. نعم. طبعا لولا تضافر الجهود ولو في كان اي عرقله كان تظهر على الساحه. هذا هو بحسب كلام احنا ما يعني هو اللي قريب منك واختصار للوقت. يعني اختصار للوقت، انا كنت معها اليوم، يعني كان انا وهو في لقاء اليوم، وعلى اساس ندرس برنامج المستقبلي للمنتخب الاولمبي ومنتخب الاول. يعني جميل. بخصوص لو في خلاف ما كناش اجتمعنا أساس. بخصوص نقطه انه ما جددوش العقد، لانه يعني يقول في شهر 5 يمكن ينتهي عقده ويمشي، يعني أساس يعني غير انه كلام انه ابديته، يعني كلام انه ممكن تجددوا العقد. شوف بالنسبه للعقد هذا، اولا عقده ساري الى 15 اي الى بدايه شهر 5. تمام. وطبعا تم الجلوس معه مع رئيس الاتحاد بحضوري، وتم الاتفاق معه مبدئيا على اساس انه يجدد العقد مع الاتحاد اليمني، بس كان كله همه انه يقول لك انتم الان في ظروف ماليه صعبه، اذا كان نحن الاتحاد راتب المدرب الى الان لم نستلمه، يعني كله الان تقديم من رئيس الاتحاد ومن الاتحاد، يوفر رواتب المدرب او رواتب الجهاز الفني كله من قبل الاتحاد. طيب متى الخطوه اللي ممكن انتم تبتوا فيها في تجديد العقد مع المدرب؟ طبعا لما ينتهي العقد تلقائيا، لما ينتهي اليوم طبعا، هذا طبعا يمكن خبر حصري لكم، انا في لقائي مع المدرب يعني في اتفاق الان مبدئي تماما على التجديد وعلى هذا، وان شاء الله هو الان بيسافر في اجازته من يوم الجمعه، بيروح اجازه لمده 2 أسبوع ويرجع على اساس اعداد المنتخب الاولمبي، وسيتم الجلوس معه ان شاء الله، واظن ان الطرفين متفقين مبدئيا على كل الاجراءات، ما في شيء. طيب استاذ فؤاد، انا يعني انتقل معك السؤال، يعني الكثير من الاعلاميين والناقدين وايضا حتى الجمهور الرياضي البسيط يقول لك ان مشكله اليمن في يعني علته في رئاسه الاتحاد، في من يقود الاتحاد، هل فعلا هذه النقطه صحيحه ولا فيها تحامل على رئيس الاتحاد رغم ما يقدمه من دعم للاتحاد؟ انا ما اعتقد ان الموضوع مش هو قصه رئيس الاتحاد او ذا، لانه بالاخير هو اذا كان هناك عمل مؤسسي زي قال، لكن الان انت لو تلاحظ أنا يعني في قبل هذا هو بيقول إنه الآن المنتخبات الأخرى عدت وهذا، أنا أختلف تماما بالموضوع هذا، لأنه عندما يكون عندك دوري قوي على طول يكون عندك منتخب بالتأكيد قوي. منتخب قوي عندنا دوري ضعيف، المنتخب القطري والسعودي ما عسكروش، يمكن حتى في خليج 20 لما الكويت أخذت البطولة عسكرت 2 أسبوع قبل البطولة، بس لأنها عندها دوري قوي فعلى طول شكلت منتخب وعندها وقدر عندهم لكن نحن دائما في كل بطولة نبني من الصفر.
في كل بطوله يكون معنا مدرب كبش فداء نتخلى عنه وبعدين نرجع نبدي من الصفر، وقبل البطوله بثلاثة شهور نعسكر. فالموضوع هذا ايش يدل على العشوائيه، لكن انا اقول اذا في استراتيجيه سواء كان العيسي او شخص او بشير او باشر رئيس الاتحاد مش مشكله عندي، انا ما عنديش مشكله مع الاشخاص اذا ما كان في هناك عمل مؤسسي واستراتيجيه. أيوة مبنيه، اذا كان هناك عمل مؤسسي وعمل خطه واعطاء صلاحيات يعني اللجان تشتغل، يعني العمل ما يكونش محصور الان. مثلا اجيب لك الان، انا قبل الحلقه عملت بوست في الفيسبوك قلت انه في لقاء في قناه يمن شباب وبيكون الضيف انا والاستاذ حسن باشنفر يعني، فقالوا على الخاص بعض الانديه قالوا حسن باشنفر ما ظل يدير الاتحاد من الحديده، والنائب الثاني في ذمار، والرئيس الاتحاد في مسافر خارج اليمن، والامين العام في دوره خارجيه، من يدير الاتحاد اذا؟ هذه كم من هل فعلا هذا الكلام صحيح استاذ حسن انه يعني هناك تهاون نقول من القائمين على الاتحاد ما فيش اهتمام مؤسسية. ما فيش يعني عمل مؤسسي، ممكن حتى لو غاب فلان العمل المؤسسي ماشي يستمر طبعا لو في عشوائيه زي ما يقول الاخ فؤاد اذا كان في المنتخب ما وصل المنتخب الى هذا المنتخب كان وليد من منتخب براعم الى منتخب ناشئين الى شباب الى ان وصلوا يعني انتم مهتمين في هذا من بدايته. انت ارجع الى 4-6 سنين بتلاحظ هذا اغلبيه اللاعبين كانوا في منتخب براعم وناشئين وشباب هذا بالنسبه للمنتخب. اما بالنسبه للتواجد فانا في هذه الفتره بعد الانتخابات اغلبيه فترتي في صنعاء، في اقامتي في صنعاء، والاتحاد بامكانك انت، انا ادعو قناه اليمن شباب للحضور للاتحاد ويرى هل اللجان تعمل او لا، او انه زي ما يقال انه العمل يدار من البيوت او من المكاتب او يعني هذا كان فؤاد. لا انا مش انا مش فؤاد، هو على تساؤل احد تساؤل الناس عشان يكون الصوره واضحه. انا مع انه انا يعني الكلام اللي بقوله انا مش ضده، انا اقول العمل المؤسسي فعلت بدون العمل المؤسسي، انا مش ضد اشخاص قلت لك العمل. انا بالاخير هم لما يمثلوا المنتخب ما يمثلش حسن باشنفر ولا العيسي، يمثل جمهور اليمنيه، يمثل 25 مليون. الدليل على كلامي انه الجماهير اليمنيه التي كانت تشكل اروع الذي شكلتها الان لوحه جميله، وكانت في خليج العشرين حتى انه مجله الاهرام المصريه اختارت الجمهور اليمني افضل جمهور في 2010. من 2010 الى 2014 الان في نهايه 2014 ابتعد تماما عن الملاعب وعن المنتخبات بشكل عام بسبب الاحباط اللي يصيب الكره اليمنيه. نعم، فالموضوع انا لست ضد احد، انا اتكلم انه جدي على يدهم نعمل عمل. يمين. استاذ حسن، هل يعني الان لديكم مثلا خطه انه لعمل استراتيجيه، عمل مؤسسي، تعطوا صلاحيات لكل اللجان يمارسوا مهامهم، ولا بتظل نفس السابق؟ انا اقول لك مش موضوع ان عندنا، هي اساس العمل يجري على اساس مؤسسي، وهناك اللجان شغاله وبامكانك زياره اللجان. الدوري العام ماشي على اي اساس؟ هل يدار من البيوت؟ في هناك لجنه مسابقات، يمكن يقتصر بس لجنه حكام، لجنه وفين بتكون؟ لا بالعكس، هذه انت تعال شوف في مشاكل في ده في الدوري، في لجنه شؤون اللاعبين، في عده لجان شغاله وهي باستمرار متواجده في الاتحاد وتحل مشاكل اليوميه، مش مشاكل انها موسميه زي ما تقول او وقت مدد لا، في يوميه، هي مشاكل يوميه وتحل وباستمرار موجودين. ما فيش حاجه اسمها تجي عشوائيه، العمل العشوائي دائما يوصل الى حد وينتهي يفشل. أي يفشل. لكن طيب. استاذ حسن، في مساله الان الدوري، خلينا نتكلم قليلا عن الدوري، ايش خطه الاتحاد لتطوير الدوري؟ لانه زي ما ذكر الاستاذ فؤاد، لا اذا ما يكون هناك دوري قوي بالتاكيد سينتج يعني منتخب ضعيف. انا اقول اولا زي ما قال الاخ فؤاد لازم يكون هناك توجيه من الحكومه لدعم الرياضه، وانا هنا لماذا لا تتبنى الحكومه فكره تبني الانديه من قبل شركات سواء من القطاع الخاص او العام؟ لماذا لا تمكن مثل الدول المجاوره وفي مصر في الخليج تتبنى حتى يوجد للنادي هذا دعم، يستطيع النادي ان يوقف على رجله، ان يوجد نادي قوي من منشآت، من لاعبين، من اداره تكون اداره محترفه. الان اغلبيه اداريين الانديه متطوعين، يوصل الشخص انه يقدم من جيبه الى ان يوصل الى انه يوقف يسيب النادي، واللي يبقى كذا متفرج. فاذا كان وجدت الاداره المحترفه ووجد ايضا الدعم الجيد للانديه من خلال دعم مؤسسات، على سبيل المثال عندنا نادي الشعله، نادي الشعله كويس ان هناك عندنا المصافي تدعمه بشكل مستمر. عندنا في انديه ايضا ترعى رجال اعمال مثل الصقر، مثل الهلال، مثل شباب الجيل، هناك انديه ترعاها رجال اعمال، لماذا لا تتعمم على كل الانديه؟ ويكون هناك الدعم ايضا ملائم، الى جانب دعم الوزاره سيكون يشكل يعني دعم جيد للانديه، تقدر الانديه ويكون هناك الدوري قوي، لان تستطيع الانديه
تأتي بمحترفين على مستوى عالي. الآن المحترفين اللي يقولنا على إمكانياتنا. جميل أستاذ فؤاد، أنت نفس السؤال بالضبط، تفضل. شوف الموضوع هو أنت تريد دوري قوي، تريد منتخب قوي، لابد أن دعم الأندية. الاتحاد الآن هو بيطالب يكون دوري احترافي. أنت تطالب دور احترافي وتطالب كمان دعم من الدولة، وأن الدولة دائما كل ما حصل إخفاق، كل ما وحملنا وزارة الشباب الرياضة المسؤولية. وهذا يتنافى مع المبادئ، أنه ما فيش دولة في العالم عندها دوري محترفين وتأخذ دعم من الدولة. لابد أنه الاتحاد يبحث عن عملية تسويق للدوري، تسويق الأندية لرجال الأعمال، ويكتفي هذا. هذه الدولة ما عندهاش الآن قدرة أنها تصرف رواتب الموظفين. معك المخصص هذا، قالها العيسي في آخر مقابل، أنا الآن عرفت، قالها كذا، أنا الآن عرفت أن هذه إمكانية الدولة، وأنا سأوضع خططي المستقبلية على هذه الإمكانيات. إذا لا أحمش الدولة، هذا أنا كاتحاد أعرف أن أستلم من الدولة مثلا 600 مليون أو 400 مليون، أعمل خططي المستقبلية على هذا المبلغ، وأبحث عن تسويق، عن استثمار. هذا هو الصح، لأنه كل الاتحادات في العالم يبحث عن استثمار تسويق. والأندية لابد، الأندية أيضا كمان هي مشكلتنا الحقيقية، مشكلة إدارية. حتى الأندية كل ما يجيها من الوزارة ولا من الاتحاد وأصبحت لا يا أخي، بحث الوزارة عملت لك صالة، عملت لك اعمل الآن استثمار، اعمل مشاريع استثمارية. يعني أنت من خلال كلامك يعني تحمل مثلا اللي قائمين على الأندية وعلى الاتحاد هم لابد جميع حتى الوزارة حتى الدولة. طيب. أنا اهتمام. طيب أستاذ فؤاد، أنا يعني للأسف أنه مثلا وقتنا متأخر، يعني لأنه تأخرنا في الطلوع في الحلقة، فسأختم معك مثلا بنص دقيقة بنص دقيقة. أنت كيف ترى مستقبل اليمن، وإيش الواجب على كل اليمنيين وأنتم في وزارة الشباب من أجل الحفاظ على هذا المنتخب وتحقيق بطولات جميلة؟ شوف أنا دائما أؤكد أنه لابد أن يكون هناك خطط مستقبلية، خطة بعيدة المدى، معني ما نستعجلش. إحنا الآن حتى ما حققناش حاجة، إحنا حققنا نقطتين ما جبناش الكأس، لكن إحنا عملنا يعني انتقلنا من نقل يعني يعني مستوانا كان أفضل من السابق. أعطينا المنتخب هذا، مش إحنا نكتفي إن إحنا نسلم عليه في المطار ونجيب لبس الفول ونروح البيت، لابد أن يكون الاتحاد مستمر بدعم هذا الـ لا، وأتمنى أن يكون الحكومة فعلا تهتم بالرياضة بشكل عام وبكرة القدم، لأنه كرة القدم يعني تخيل اليمن عندها أكثر من 200 سفارة في الزوالة. نعم. لما يكون معك رياضي أو فنان مبدع زي وليد الجيلاني، لما هذا بيقدم اليمن بصورة أفضل من ما يقدمه السفراء هذه اللي بتخسر عليهم مئات الملايين. يعني هذا من عول عليكم في الوزارة وعلى الدولة الاهتمام بهم والاتحاد، لابد نكون هناك. نعم. أيضا أستاذ حسن، يعني أنا يعني أريد منك من الآن مثلا ككلمة أو كوعد للجماهير الرياضة اليمنية بأن هذا المنتخب سيحظى بعناية كبيرة من أجل أن يستمر بنفس الأداء ونفس العزيمة. نحن أولا ندعو الكل إلى شراكة حقيقية لدعم الرياضة، أولا من الحكومة وأيضا إلى القطاع الخاص. يجب أن يلتفت القطاع الخاص إلى الرياضة ويتوجه إلى الرياضة من ناحية أولا كدعم للشباب، وأيضا من ناحية استثمار. من ناحيتين، والذي سيشجع ذلك الإعلام، لأن الإعلام شريك أساسي في ذلك من خلال القنوات الفضائية، من خلال الصحف، من خلال كل. فالتاجر دائما يحاول قدر الإمكان أنه يكسب، فعندما يرى أن المنتجات وهذا تعرض في الملاعب ويستفيد طبعا من ناحية إعلانية، هو سيقدم مبالغ. نعم. وهذا ما لن يتأتى إلا بمشاركة الإعلام والمنافسة في نقل المباريات والدخول في الرياضة بشكل قوي. جميل. هذا بالناحية. بالناحية نحن في الاتحاد طبعا عندنا برنامج للمنتخب الإعداد الخليجي 23 الذي سيكون على بعد ما يقارب 12 شهر، يعني في بداية 2016. يعني نعم. فإن شاء الله يكون الإعداد جيد، والإعداد سيبدأ إن شاء الله من يناير 2015، يعني سيكون إعداد طويل المدى، لكن يحتاج هذا طبعا إلى إمكانيات. وأنا زي ما قال الأخ فؤاد، لن نعتمد اعتماد كلي على وزارة الشباب، لكن سنبحث نحن من طرفنا، وأيضا ندعو رجال الأعمال إلى أيضا المساهمة. أعتقد هذا منتخب بلدهم، يعني أنتم كل ما قدمتوا أداء كويس ومتميز، يعني بالتأكيد رجال الأعمال سيهتموا ويدفعوا. أشكرك شكرا جزيلا النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الأستاذ حسن باشنفر، شرفتنا في البرنامج. شكراً. كما أشكر أيضا الزميل والأستاذ فؤاد قاسم المستشار الإعلامي لوزير الشباب والرياضة وصحفي وناقد رياضي، شكرا جزيلا لكما. ضيق الوقت يعني ما أخذناش، لكن إن شاء الله أكون بحلقات قادمة في الأسابيع المقبلة.
مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إن شاء الله نتمنى أن نرى منتخبنا وأيضا الكرة اليمنية بشكل عام محليا ترتقي وتصبح من الكرات التي تغير الصورة النمطية وتظهر الصورة الجميلة للكرة اليمنية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في أحاديث رياضية قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.